ورحمة الله وبركاته. يا صباح الورد للجميع. الآن أنا في السوق الشعبي، أسواق شعبية في بنجر ماسين. رح نسوي لكم حاجات هنا خصوصا عشان أشتري هذا الشيء جدا طيب. خلينا نسوي لكم تقرير بسيط عن الوجبة اللي اسمها كتشا زي أبو جلمبو، نشتري من نفس السوق الشعبي ذا، وأصور لكم كيف الطريقة. هذه جالسة تبيع سمك ناشف، أسماك اللي من النهر، وهذا هو يطلعوا من المستنقع زي ابو جلمبو. شفتوا هذا جدا طيب جماعة الخير. طبعا الكيلو حوالي 3 ريال تقريبا، ريالين ونص. انا باخذ نص كيلو واجرب اطبخ بطريقتي الخاصة. انا اخذت لي نص كيلو حوالي بريال ونص، خليت الحرمة هذه هي اللي تنظف الساحة. طبعا طريقة التنظيف كيف؟ شفتوا الخلفية هذه؟ نكسر الخلفية هذه، نكسر البوز يصير يطلع لنا زي كده. خلاص كده قدر تنظف، بس باقي لنا نغسل نص الكتشة هذا بالقدر. كده طريقة تنظيف عادية. كمان ننظف الصدف وننظف أبو مقص وحاجات هذه. ننظف عدة مرات، خلاص عاد نشوفها زي كده. والله نظفت انا حطيت نارجين. احنا بدينا نسوي سواء كان على الفحم او شوربه، تمام. فنقدر دحين الطبخه هذه الويدام نقدر نسوي اي شيء طبعا مع الفحم برضه طيب. وبابريك الان نحط فلفل، نعمل كم حبه فلفل. هذا ورق عنب، ورق ليمون اهم شيء. طبعا نسيب على النار مدة حق 5 دقائق او اقل، ونحط نفس الكتشا اللي هو ابو جلمبو ده يسمونه، هو مو ابو جلمبو كتشا هذا. على بال ما تسوي حوالي 15 دقيقة، بس 15 دقيقة خلاص كل شيء مستوي باذن الله. نقدر هذه كيف تجي لها زي غطا. هذا بعد ما نطبخ الان نقدر نفك بعود حق الاسنان او اي شيء، اهم شيء. بعد كده نشفط شفطة. ليش كسرنا الخلفية هذه؟ لانه سهل للشفط. الآن نحط ننتظر 15 دقيقة بالكثير كل شيء يستوي بإذن الله. خلاص كده تعدينا 15 دقيقة تماما. اتمنى الآن اوكي كده يكون مستوي. يا سلام، بسم الله. طبعا نسوي الطعم حطيت فلفل يعني حار صح. هذا يدام طبعا يا جماعة الخير. مرة مسوي دلع على الطباخ معي، ما اقعد اشيل ملعقة خلاص كبر بالقدر. الان احط خلطة الاخيرة السرية هذه الكشنة ما يسموها. ناخذ الان كذا نحط الليمون شويتين. اهم شيء عود اسنان. بس شوف هذا عود اسنان، كنا احتياط بس ها اذا صعب يخرج. طبعا هي طريقة الاكلة كيف، شفت الحبة هذه؟ هذا ذكر الغطا، طلع الغطا هذه. بعد كده نشفو مرة ثانية. إذا بنفس الغطا ما فيه إلا في هذا، في غطا طلعه. طلعنا غطا، طلع غطا. بعد كده نشفو. أحيانا صعب يطلع، مع ليش كسرنا بداية غسلنا زيه؟ كان سهل يطلع، الآن برضه صعب. فنحط بالعودة. جربوا والله ما تندموا جدا جدا. طعم هنا نجربي شوف كذا شيء طعم. جربوا ما تندموا.
هنا وعافية أمي. كده خلاص اعتبر انتهينا من تقرير هذا عن كتشاع اللي هو زي أبو جلمة وقوقع ما سموه ده.